أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم. أيها القابضون على الجمر، إن سألتم عنا قلنا لكم نحن الذين طردونا، لأننا قلنا ربنا الله واتبعنا رسوله. نحن الأشلاء التي تطايرت في حمص ودومة ودير الزور، لسنا دعاة للموت، لكن ما ابتلينا نعتلي لنخوض بحر الموت سعيا للحياة. ولكثرة جراح سوريا نظهر اليوم حوار بسيط من طالبين من الصف الخامس جرحا من جراح سوريا. تاريخ المسلمين.
القاسم فتح مدينة عموريا أكبر معبد للروم، ولما غضب صلاح الدين الأيوبي أقسم أن يبتسم حتى ترجع فلسطين. لما غضب عبد الرحمن الغافقي وصل جيش المسلمين لوسط باريس، لما غضب عبد الرحمن الفاتح فتح مدينة القسطنطينية أكبر معبد للروم، ولما غضب ملوك وحكام العرب اليوم أرسل خطاب استنكار للأمم المتحدة رحم الله أياما كان فيها غضب المسلمين جيوشا ما منشوف آخرها، فإلى ما